السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير ديال الرمان طبيعي وصحي 100%. بالنسبة للمكونات كنحتاج للرمان الكمية اللي بغيتو، كنحتاج كذلك الكاس صغير ديال الماء. غادي نزول القشور من الرمان ونرجع معكم. من بعد ما فككت الرمان ونقيته من القشور البيضين، غادي نحطه في الخلاط الكهربائي ونضيف الكاس ديال الماء. وغادي نطحنو تقريبا من دقيقة حتى لجوج دقائق حتى يطحن مزيان. دابا نبدا نصفف العصير بواسطه هاد الصفايه. وكنحرك بالملعقه بهذا الشكل وكنضغط باش يهبط العصير. من فوائد هذا العصير كيحسن من وظيفة المعدة والكبد والقلب، كينظم مستوى الكوليسترول في الدم، كيقلل من ارتفاع ضغط الدم، مصدر لفيتامين سي، كيحتوي على مجموعة من المعادن من بينها البوتاسيوم، كيقضي على الفيروسات والميكروبات، كيعزز صحة الفم والأسنان، كيقوي جهاز المناعة، وكيساهم في تعزيز نضارة البشرة. هنا كيف كتشوفوا قلبت وشقلبت، حولت الصفايه الكبيره باش نربح الوقت. غادي نستمر حتى نكمل ونتلاقى معكم. وهذا هو العصير اللي حصلت عليه، مفيد وصحي بدون ما نضيف لا سكر ولا عسل. كيجي المذاق ديالو غزال بزاف، جربوه وحكموا. زائد الفوائد الكبيره ديالو. بالنسبه للقشور ديال الرمان كنيبسوهم وكنحتفظوا بهم، كنحتاجوهم في وصفات علاجيه وتجميليه.
وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير، كنقدموه بارد. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم. شكرا على المتابعة، في أمان الله.